السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بزملائنا وإخواتنا المحترمين. السؤال في الفيديو ده، إجابة السؤال أو الاستفسار اللي في الكومنت الفيديو اللي فات، مرتب المسوق الإلكتروني في مجال النباتات الطبيعية العطرية. واحد جاي له شغل إن هو يشتغل مسوق إلكتروني أو اكسبورت سيلز مانجر، او هيشتغل تسويق عن طريق النت، يعني هيقعد على النت في المكتب يعني، وهو اللي يجيب العملاء ويراسلهم ويكلمهم بالموبايل والكلام ده. وبرضه نفس السؤال سأله واحد صاحب مكتب، انا هجيب واحد يشتغل لي على النت يراسل لي العملاء ويكلمهم ويعمل لي اعلانات والكلام ده، ادفع له كام؟ تمام. طيب تعال نشوف، لو انت الاول صاحب مكتب، لو انت صاحب مكتب تصدير وهتجيب حد تشغل، تمام، الحد ده ممكن يكون طالب وممكن يكون طالبة، ولد أو بنت، ممكن يكون خريج أو خريجة، ممكن يكون واحد لسه جديد لانج ما يعرفش عن الشغلانة حاجة، وممكن يكون عنده خبرة، تمام، وممكن يكون قديم واشتغل في الشغلانة دي بس اشتغل في أماكن مش قد كده، فلسه برضو بيتعلم وما عندوش إمكانيات اللي هي، تمام، ممكن يكون خبرة بقى وقديم وطلع شغل قبل كده، ممكن واحد أصلا خبرة وقديم وطلع شغل قبل كده ومعاه قوائم عملاء جاهزة، تمام. في فهنقول كل واحد انت كصاحب مكتب هتتعامل معاه ازاي. طالب، الطالب ده ممكن ما يستمرش معاك على طول، يعني ممكن يبقى لسه قدامه جيش وبتاع والكلام ده كله، فده غالبا كده هيتعلم منك، تمام، فانت مرتبه بالنسبة لك يعني مثلا في ظل الوقت ده، مثلا احنا في شهر اكتوبر 2022، لو طالب يعني في حدود 2000 2500، لو هيشتغل 8 ساعات في اليوم جوه المكتب، يعني في المكتب 8 ساعات يوميا 2000 2500. طيب لو خريج ولسه جديد، احنا كده بنتكلم عن الناس اللي لسه مش خبرة خالص، تمام، الخريج ده هيشتغل لك في جوه المكتب من حوالي 8 ساعات، وبيعرف انجليش كويس، وخلي ذلك الطالب، تمام، يعرف انجليش ويعرف تسويق ويعرف الكلام ده كله، طبعا هو مش خبرة بس في ادوات اساسية لازم يعرفها، تمام، يعرف المواقع التجارية، يعرف انجليش، يعرف مصطلحات اقتصادية، يعرف اسماء الاصناف، ده كله اللي انا قلته على الطالب هو ينطبق عليه، تمام، والخريج خلاص ده كده خريج وبتاع، فده انت كصاحب مكتب تمضي معاه عقد، تمام، وبشروط وفترة معينة، تمام، وبتدي له حقوقه كحقوق العمل كلها، اللي هي ان انت بتأمن عليه مواعيد شغل 8 ساعات يوميا، يوم اجازة في الاسبوع، وده يتراوح بقى على حسب حجم شغلك انت وعلى حسب وضع شركتك، ممكن شركة تعبانة لسه بادئة فهو هيتعب فيها كتير، لكن برضو مش هيبقى فيه مردود لان ممكن ما يجيلكش شغل، فده بتديله من 3 لـ 5، تمام، على حسب حجم شغلك وعلى حسب وضعه هو ويقبل او لا. طيب لو واحد متخصص، المتخصص ده يا باشا بقى يعني ايه معاك، يعني لو انت شركة شغالة وتتحمل، فانت بتجيب المتخصص ده هيرفعك رفعة سريعة، تمام، وهيوفر عليك وقت كبير، فده طبعا من 5 وطالع 8 ساعات يوميا في المكتب. الخبرة بقى اللي معاه عملاء وطلع شغل كتير وطالع من شركات قديمة وشغالة ويوميا هو بيكلم العملاء من غير ما يجيلك، ده خلاص انت بتتعامل معاه بنسبة وبتحط له مصاريف مثلا شهريا كده، لانه لسه بادئ معاك جديد ما يعرفش، هو ممكن يكون معاه عملاء وخبرة وزي الفل، وانت اصلا منتجك جودته ما تجذبش الزبون، عمال تديله اسعار وتديله صور وفيديوهات بتاع شغل او تبعت عينات مش قد كده، فده انت بتحدد له مصاريف شهريا لحد ما يبدأ الشغل بتاعك يتظبط معاه ويجيب معاه نتيجة، تمام، ويفضل في هذا المجال اساسا التعامل بالنسبة، التعامل بالايه، بالنسبة مع مقابل مصاريف لو الشخص بيروح المكتب وبيقعد وقت معين، تمام، وده كده المرتب بالنسبة لصاحب الشغل يحسبه ازاي. طب تعال انت بقى كواحد هتشتغل في الشغلانة دي تطالب بمرتب كام؟ هو نفس المرتبات اللي انا قلتها، تمام، لكن انت بقى كواحد انت الموظف لا تطالب بحقوقك تماما، لو انت خريج، تمام، ما تتنزلش عن
عدد الساعات والمرتبات اللي قلناها وفكرة التأمين وورق مكتب العمل، بحيث ان انت تضمن حقك، لان انت في التسويق ده بعمال تراسله في شركات، ممكن هو يأسس المكتب عن طريقك وبعد كده يبعتك خلاص ويقولك امشي، ويجيب اي بنت او اي عيل صغير يقعد يمشي الشغل بالمجهود والمعلومات اللي انت جمعتها له. وبكده يكون، يا ريت اكون قدرت ايه اجاوب على السؤال بتاع الاتنين اللي سألوا صاحب المكتب والطالب او الخريج اللي سأل المرتب كام. في برضو واحد سأل واحد معاه عملاء وجاي عايز يشتغل معاه، خلاص ده اتعامل معاه بالنسبة، بس تكتب اتفاق، لان هو ممكن صاحب المكتب ياخد العملاء منك، يعرف بس اسمائهم وانت مع السلامة سام طيب تمام. فبيتكتب اتفاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.